الجمهورية الإسلامية في إيران لن تخضع للضغط الاقتصادي الأمريكي. الرئيس ترامب هو بحاجة للتفاوض مع إيران أكثر ما هي بحاجة للتفاوض معه، خصوصا أن لديه ما يقارب شهر و12 يوم قبل الانتخابات، وهو بحاجة لأي إنجاز في المنطقة. أضف إلى ذلك الاتفاق الصيني الإيراني الذي سوف يعوض كثيرا الاقتصاد الإيراني، ثم أن إيران استبدلت معظم تعاملاتها مع الدول الأخرى بنظام المقايضة وبالعملة المحلية، وبالتالي مستغنية عن الدولار في هذه الفترة. هذه الفترة نلاحظ أنه يجب يعني عملية التصويت أو إنهاء فرض العقوبات ليست فقط الاقتصادية، إنما حظر الأسلحة إلى توريد الأسلحة إلى إيران قد يكون حاظرا في هذه الأيام. إيران تحاول أمريكا تحاول أن تمنع هذا الأمر بأي شكل من الأشكال، وهناك استجابة أوروبية، بل إن اليوم بصراحة نقولها الدول الأوروبية خذلت الولايات المتحدة الأمريكية عندما وقفت بصف الجمهورية الإسلامية.